صباح الخير مشاهدينا من جديد، وأهلا بكم لهذه الحلقة من كلام بيروت. العناوين التي تصدرت صحف بيروت اليوم تمحورت حول عدم مشاركة وزير الدفاع في اجتماع لجنة الدفاع النيابية، أيضا سحب الحماية الأمنية للنواب، والمعلومات الأخيرة حول اغتيال محمد درار جمو، وتبين أن هذه الجريمة لأسباب عائلية، وأيضا تجميد عضوية لبنان في كرة السلة، وملف حزب الله وعلى لائحة الإرهاب للاتحاد الأوروبي. هذه العناوين وغيرها سنتابعها مع ضيفنا مباشرة على الهواء في الاستديو، مع الكاتب السياسي والصحفي الأستاذ أسعد بشارة، جريدة الجمهورية طبعا. أستاذ بشارة، رح نبدأ الحلقة كالعادة بصورة أو كاريكاتير اليوم من صحيفة المستقبل، والموضوع اقتصادي إلى جانب الأمن طبعا. واجهة متجر بشارع مار الياس ارتفعت فيها لافتة تقول لا شغل ولا مشغلة بالبلد، وصارت مهزلة تصفية عامة وبلا كل هالبهدلة. الصورة بعدسة أنيس محسن. بين الأمن والسياسة والاقتصاد لوين نحن رايحين؟ يعني حتى بينطبق الشعار على السياسة لا شغل ولا مشغلة، وصارت القصة بهدلة. نعم، لما بتتعطل الحياة الوطنية والحياة السياسية طبعا ما حدا ينتظر انه كل القطاعات يعني تمشي كما يرام او كما يجب. فيك تضيف هون الباسكت بول كمان، يعني طبعا من السياسة، من عمل المؤسسات، من الدولة المعطلة قسرا وقصدا، إلى كل القطاعات في البلد، إلى البلد المعطل. والكل بيقول أنه ما عم نتدخل بالسياسة، حتى بالباسكت بول أنه ما دخلوا، والموضوع كله يبدو مربوط ببعضه. موضوع الكشف والحماية الأمنية للنواب، عنوان بجريدة الجمهورية اليوم، كشف النواب أمنيا. كان اجتماع للجنة الدفاع النيابية، غاب وزير الدفاع عن الاجتماع، والاتهام كان أنه حزب الله من دفع الوزير للغياب، وأيضا ما حضروا ممثلي الجيش. هون السؤال، صحيح هناك اجتماع للجنة، ولكن لماذا هذا الإصرار على التأكيد على مشاركة حزب الله بالقتال أو عدم المشاركة؟ شو الهدف منه؟ أولا، الشيء المشبوه اللي جرى بالاجتماع السابق هو طلب نواب حزب الله من ممثلي الجيش ومن وزير الدفاع المغادرة، وكأنهم هم يديرون هذه الجلسة، وكأنهم يتحكمون بقرار الجيش، وهذا مش كتير منيح أبدا للمؤسسة العسكرية. هذه الهواجس للأسف رجعت، يعني تأكدت بالغياب عن الجلسة الثانية. هو غياب مش لازم يكون يعني مش مبرر، لأنه الجيش بالشق الذي يتعلق بإنهاء ظاهرة الأسير كان هناك إجماع وراء الجيش، على عكس ما عم بيصور فريق حزب الله، لحزب الله اللي اشترك بالقتال. فأذن الأمر المسلم فيه والبديهي والذي لا يناقش بإنهاء أي ظاهرة خارج عن الدولة كان في وراها إجماع، ولكن مش هيدي المشكلة. المشكلة أنه بالكيل بمكيالين دائما، عندما يتعلق الأمر بقوى مثل الأسير أو غير الأسير في طرابلس أو غير طرابلس أو بكل لبنان، ترد على تمادي حزب الله منذ اغتيال رأي رفيق الحريري حتى 7 من أيار، حتى ترد بمحاولات تعكير الأمن أو خلق حالات عسكرية أو أمنية، بينهيها الجيش بيكون في وراء إجماع وطني. نعم، ولكن عندما يتعلق الأمر بحزب الله بتمشي كونفويات من مئات السيارات العسكرية والمسلحين، وبروحوا بيقاتلوا بسوريا تحت أنظار الجيش. بالتالي حزب الله يسيء إلى الجيش، حزب الله يضرب هيبة الجيش. هذا ما فعله في عبرة، وهذا ما فعله في 7 من أيار، وهذا ما سيفعله في أي محطة مقبلة، لأنه يتلطى وراء الجيش. وبالتالي الجيش اللي عليه إجماع وطني، الجيش اللي الكل بدون منه، لا مش الكل، عم نقولها الكل هلا، لفريق واحد الذي يتهم بأنه يصطدم بالجيش، هو أم الصبي بموضوع الجيش، هو الحريص على المؤسسة العسكرية، هو حريص على المؤسسة الأمنية وعلى انتظام عمل الدولة، والذي يشكو من السلاح خارج الدولة. هذا الفريق هو اليوم المتضرر من عدم انعقاد جلسة النيابية. نعم، بمجلس النواب. قيل أنه هناك فيديو، وهذه الصور ظهرت بوسائل الإعلام، يعني شو الجديد فيها؟ ولكن بدي أرجع للسؤال، أنه الوصول إلى نتيجة أنه حزب الله شارك بالقتال، شو بقدم وبأخر بالموضوع؟ شارك وخلصت العملية؟ أبداً، ما بقدم وأخر شيء كتير، يعني هيدي موقف سياسي؟ هلا أنت حضرتك عم تسأل السؤال وعم تنقله بطريقة وكأنك ناقل هذه الأسئلة، وانا رح اقول لك هذا شو السؤال شو معناه بالوعي العام بلبنان، الوعي الناس، وعي الراي العام. هذا معناه التجين، معناه اذا كان في جيش جيش وطني باي دوله في العالم، وفي حد ميليشيا مسلحه عم بتقاتل وبتساعده هون وهونيك، وقرارها خاضع خارج الحدود، شو المشكله؟ ما في مشكله. صرنا عم نحاول نرجع نثبت البديهيات
ونقول هيدي البديهيات. يا عمي بديهيات، هيدا شيء بديهي انه سلاح الجيش ما يكون فيه اي سلاح خارج اخر عن الدوله. صرنا عم نحاول نقول انه القتال في سوريا الذي يقوم فيه حزب الله هو بدنا نناقش باصل المشكله ونقول انه هذا السلاح الذي يقاتل في سوريا. يا عمي هاي شغله غلط، هيدي الطفل الصغير بيعرف يميزها انه في اي دوله في العالم. بالتالي شو المشكلة بسلاح حزب الله الذي يقاتل في عبرة؟ هذا تعبير عن يعني تعبير عن أمر خطير وخطير جدا، بأن هناك سلاح رديف، والسلاح الرديف أقوى من سلاح الدولة وأقوى من سلاح الجيش. وبالتالي المؤسسة العسكرية اللي نحن كلنا منأيدها، مش عم أقول هاي الشيء لحتى نعمل ردة فعل إنه اتهام بتأيدوها، مين بأيد مين ما بأيد، مش لعبة باسكتبول القصة، حكمي وشونفي، مش هيك القصة. هذا شيء بديهي تأييد المؤسسة العسكرية، شيء بديهي يتم إنهاء ظاهرة الأسير وجلبه إلى المحاكمة، وجلب كل من أطلق النار على الجيش إلى المحاكمة طبعا. ولكن الشيء البديهي الأكثر وبنفس قوة البديهية الأولى هي أن تقدم المؤسسة العسكرية بعد تحقيق شفاف يشترك فيه أي جهاز في الدولة سياسي أو غير سياسي، ما حصل في عبرة. هل صحيح أن حزب الله قاتل في عبرة؟ هل صحيح ان حزب الله هو الذي دخل الى الجيش طلع بيان الى هذا المسجد ونفى في هذا الامر؟ ما الجيش مشكله مع الجيش انه في عم بيقول في فيديوهات حقيقيه انه الاسير اطلق النار، جماعه الاسير اطلق النار على الجيش. هذا خلينا نقول مسلم فيه، وهؤلاء يجب ان يجلبوا الى العداله ويتم تطبيق اقصى العقوبه حقهم حتى الاعدام. متفقين على هالشيء؟ خي هالشيء صار ورانا، لا نقاش بهذا الشيء، لا نقاش. النقاش هو الشق الاخر وهو بنفس الأهمية لأول معطى، وهو هل هناك جيش في العالم يقبل بأن، وأنا مش عم أقول عن الجيش حتى زني بالجيش، لأنه الجانب ربما مثل سبعة أيار يعني أنه مغلوب على يعني ما قدر يعني يتصرف. كان الجيش بقيادة ميشيل سليمان سبعة أيار عم بيشوف الفوطي على هون على التلفزيون مستقبل وعم بيشوف اجتياح بيروت وما قدر يعمل شيء. ولكن هل إذا ما قدر يعمل شيء نحن تصنيفنا لهذا الوضع أنه هذا وضع صحي أو طبيعي؟ بالتالي عفوا استاذ سلمان تفضل حتى كفيلك بهذا الموضوع، انه طيب في فيديوهات للاسير هيدي مسلم فيها، هيدي الكل وراها، في فيديوهات جيبوا تاني. الاسير وجيبوا جماعه الاسير الى المحاكمه فورا، واللي بيغطي او بيعارض او شيء بيتحاكم ايضا فورا لانه عم بيغطي قتله. الميل الثاني، الميل الثاني اشارات الصفر، الحواجز في صيدا وعبر، القصف المدفعي، الاقتحامات، الاعتقالات، من نفذ كل هذا الأمر؟ الشرائط الموثقة، شهادات الشهود. بالتالي لا، في موضوع بده تحقيق، في موضوع بده يعرف الناس، بده يعرف الناس شو اللي صار حقيقة بعبرة بعد إنهاء ظاهرة الأسير. يعني ربما لو كان حزب الله كان إلى جانب الجيش في القتال لنقول على الحدود كان الموضوع يختلف، ولكن هذه مسألة داخلية. لا يختلف لا بالحدود ولا غير الحدود، كمان عم بيطبقوا هذا العرف. هذا العرف من قال أن هذا العرف هو عرف يعني مسلم به؟ من قال أن هذا العرف مسلم به؟ كيف أنه عم بفوتوا لنا على أذهاننا هيك هذا نوع من التطبيع أنه هذا السلاح يوما له دور بالدفاع عن لبنان؟ مين كلفك بالدفاع عن لبنان؟ في جيش لبناني قد الدنيا، وهذا الجيش اللبناني امبارح هلا بننقل على قضية ضرار محمد ضرار جمه اللي بخلال 24 ساعة كان جايب مكتشف جريمة حصلت كادت ان تهز الاستقرار في لبنان. بدي احكي عن هذه الجريمه. هذا الجيش تكفي لك باختصار، هذا الجيش بالامس نسيوا قصه عدايسي كيف رد على الجيش الاسرائيلي، نسيوا قصه نهر البارد، نسيوا قصه ايضا الاسير اللي كان الجيش فورا اخذ قرار. لكن ايضا حزب الله كان واقف مع الجيش بالعدايسي، وين لحاله؟ لا ما كان واقف مع الجيش، الجيش اخذ قرار بالرد. نعم بموضوع قتل ضابط اسرائيلي كبير. نعم بموضوع يعني الجلسه ان لجنة الدفاع بالمستقبل انه بدت بصمات حزب الله واضحة على في تطير هذه الجلسة، وكان هناك تدخل للضغط على وزير الدفاع وايضا غياب ممثلين الجيش. بصحيفة الشارقة الاستاذ عوني الكعكي يقول نطلب من العماد قهوجي الحقيقة عن احداث عبرة، كتب يقول لا يختلف اثنان على اهمية مؤسسة الجيش، وهل يعقل ان يكون بلد من دون جيش فلا يعود بلد عند اذن، ولكن لا يمكن في المقابل ان نسلم بان الجيش على حق في كل ما يصدر عنه، فاذا اصدر ضابطا امرا خاطئا كما
ما حصل في الكويخات ومقتل الشيخين، هل يكون هذا القرار محق؟ ولو لم يكن هناك من يخطئ في العسكر لما كان هناك محاكمة عسكرية أو محكمة عسكرية وشرطة عسكرية؟ وما يحدث في لجنة الدفاع الوطني هو نوع من المواقف السياسية، فريق مع وفريق ضد، مثل كل شيء في البلد وبصرف النظر عمن معه حق وعمن ما معه حق. فحتى الآن لم يصدر بيان عن الجيش توضيحا لما جرى في عبرة، إن البيان الرسمي اللي نفى فيه هذه المشاركة. في مقتل البيومية تحت التعذيب ما توضح. نعم. هلا الموضوع أنت لأنه هل صار تحقيق في احترام هالقد للمؤسسة العسكرية، وفي إنه هالمؤسسة العسكرية هي بالنهاية الضامن لأمن الناس. هالمؤسسة العسكرية إذا اعتدى عليها مثل الأسير أو غير الأسير بتطبق عليه القانون. نعم. بتعمل كل ما يجب، بتنفذ إجراءات أمنية بقرار سياسي، بتقوم بكل ما يجب، ولكن لا يحصل انتقامات، لا يحصل هذا الشيء يعني يسيء إلى الجيش، بغض النظر عن وحشية الذين أطلقوا النار على الجيش، وهو يعني ما يرجعون على قصة أنت مع ولا ضد. نعم. هذا الشيء مسلم، انتهى. والموضوع لعدم تكرار وضبط الأمور أكثر ويكون الأمور شفافة، وأثبت التجارب أنه جيش قادر، يعني جيش قادر. بالعودة للعنوان يلي أبرزته الجمهورية، كشف نواب أمنيا، وكل الصحف اليوم تحدثت عن قرار الوزير شربل، وهون تحميل مسؤولية للوزير شربل، علما أنه هذا القرار مش بكون من قرار وزير الداخلية لحاله، أكيد في قرار بالدولة بالمؤسسات بموضوع خفض الحماية الأمنية. لماذا تحميل مسؤولية للوزير شربل شخصيا بهالأمر؟ أنا يعني بعدني عم بدرس هذا القرار من امبارح، لأنه هذا القرار يعني كان عم بيراود الوزير الداخلية من فترة ورجع ما بيتشاور مع المسؤولين، جمدوا تحت الضغط. أنا ما بدي أروح على نظرية المؤامرة، أوكي، بس أنا بدي أقول شغلة صغيرة. منذ أن هذه المؤسسة، مؤسسة قوى الأمن الداخلي، كانت سياج من ذو العام 2005 ما بنيت، وكانت لديها القدرة وبنيت لديها القدرة على تأمين حد أدنى من الحماية إلى جانب المؤسسات الأمنية الأخرى. نعم. نشعر أنه بعد 8 سنين اغتيال اللواء وسام الحسن، نعم، خروج اللواء أشرف ريفي بعدما وضع حزب الله فيتو على التمديد للواء أشرف ريفي، واليوم الاستمرار بالحملة المبرمجة على اللواء ريفي اللي عم بقوم فيها حزب الله. نعم. منشعر انه في خيط رفيع عم يؤدي الى انه تغيير كل سياسة هذه المؤسسة. هلأ اليوم على رأس وزارة الداخلية شخص اسمه مروان شربل. انا لا اريد ان احمله مسؤولية بمحاكمة النيات، ولكن انا اريد ان احكم على هذا القرار الخطير. وانا بقول شغلة صغيرة، لو كان في الاف العناصر مولجين لحماية هذه الشخصيات، الجريمة بدها تصير، بدها تصير. ولكن الاف العناصر، وانه تخفف من الأخطار المحيطة بهؤلاء، أفضل من أنه هذا القرار الغير مدروس. أكثر شيء يعني مش هقول أكثر من هيك، هقول غير مدروس، يجب العودة عنه فورا. يعني هو فورا اللي استفز فريق 14 أدار تحديدا، لأنه الاغتيالات السابقة كان هناك عملية تخفيض أو كان في هناك عناصر أمنية، هذا اللي تعرض له الشهيد رفيق الحريري. نعم. بصحيفة الجمهورية استغربت مصادر بارزة في 14 أدار أن يطلب وزير الداخلية مروان شربل سحب الحماية من النواب، وذلك بناء على قرار مجلس الأمن المركزي، في وقت كان أعلن عن تقارير تؤكد احتمال حصول اغتيالات وتفجيرات. وسألت الجمهورية هل يريد شربل الشخصيات والأحزاب اللجوء إلى الأمن الذاتي بديلا عن حماية الدولة، وهل يتحمل مسؤولية ما يمكن أن يحدث لأي من هؤلاء، وما هي المهمات التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لضبط الأمن ومنع الانفجار لتبرر حاجتها إلى قوات إضافية. وحملت المصادر مسؤولية ما يمكن أن يحدث إلى الحكومة حتى ولو كانت حكومة تصريف أعمال، وكذلك حملت وزير الداخلية المسؤولية عن كشف أمن النواب والشخصيات، وهذا حضرتك يعني صحيح اللي تفضلت فيه. ولكن وزير شربل طرح جملة أسباب، أن هناك عدد معين لهؤلاء النواب والشخصيات، بدنا إعادة تأهيل للعناصر، بدنا عناصر إضافية ليكونوا بعدد من يعني المقرات الأمنية. أسباب واهية، هذه أسباب واهية. هلأ أولا إذا كان مع الشخصية المستهدفة عنصرين أو 20 عنصر يمكن ما تعمل في الفرق النوعي الكبير، أنه ولكن لا، في شيء اسمه الاحتياط الأمني. الاحتياط الأمني أنه يفترض عندهم 4 عناصر من أمن الدولة، أو بعتقد 4 عناصر مكلفة. كم واحد من قوى الأمن مطلوب؟ أكثر بكثير، لأنه بتحركوا بمواكب تستلزم تحرك بأكثر من سيارة،
باكثر من 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 يعني من اجراءات معقده، بيوتهم بدها حمايه، مكاتبهم بدها حمايه، هيدي كلها عمليه منا عمليه تفصيل، مش تفاصيل هالموضوع. لماذا الاستغراب عند 14 اذار فقط؟ ثاني اذار منو النواب، منو مهددين، منو شخصيات، شو؟ يعني درجنا على هذا الموضوع من عام 2005 واللي كان تحت الخطر واللي اغتيل هن فقط من قوى 14 اذار، ولكن اليوم واغتلتهم حليفتهم اسرائيل. ايه، ولكن اليوم في انفجارات بالضاحيه، في صواريخ، في قنابل على الطرقات، كيف منهم مهددين؟ ان امن 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 حزب الله انا بعتقد اكبر من امن الدوله بعشر مرات. ولكن له فيها هالدوله، بحق له ياخذ عناصر. طبعا بحق له ياخذ، فلتكن سواسي، فلتكن سواسي، فلتكن سواسي. الذي يشعر انه مهدد فليطلب من وزير الداخليه. اليوم في طلب يعني من الرئيس السنيورة، من الوزير شاربيل، او انه المعنيين اتصل برئيس الحكومه تصريف الاعمال انه بالعوده عن هذا القرار. ممكن العوده عن هذا القرار؟ والله انا بتمنى انه ما يكون قرار وزير الداخليه موحى به من جهات اخرى. من يعني من نعم من الطرف الذي يهدد. رح نتابع معك المواضيع ومواضيع الأمنية الأخرى، ولكن معنا اتصال هاتفي مباشرة مع عضو كتلة المستقبل النائب الدكتور أحمد فتفت. دكتور فتفت صباح الخير. صباح الخير لك. صباح الخير أستاذ أسعد. صباح النور دكتور فتفت. دكتور فتفت، كنت أول من رفع الصوت على موضوع قرار رفع الحماية أو تخفيض عدد العناصر الأمنية وتحديدا للنواب والشخصيات. اتصلت أيضا برئيس الجمهورية، كان عندك شكوى للمعنيين بهذا الأمر؟ لا، الحقيقة أنا تبلغت، كنت أول شخص تبلغ، مشان هيك كنت أول مين عمل ردة فعل. بلغني ضابط بالأمن العام، وهذا شيء مستغرب، بلغني ضابط بالأمن العام وفي تساؤل ليش ضابط بالأمن العام عم يبلغنا عن موضوع بخص الأمن الداخلي. يعني حتى هذا موضوع فاجأ وزير الداخلية، وحاولت أتصل بوزير الداخلية مسبقا قبل ما يعني رد، عمل ردة فعل إعلامية، ما قدرت اتصلت فيه، فعملت ردة فعل إعلامية واتصل فيني وزير الداخلية وبلغني انه العناصر المولجة بحماية منزلي ببيروت وبطرابلس هن غير مقصودين بالقرار. قلت لي انا ما اتصلت بوزير داخلية ولكن بفخامة الرئيس، ولكن بعتبر كمسؤول سياسي ضمن قوى 14 اذار انه الموضوع ما بيخصني بس شخصيا، بيخص كل اللي بالجمله من الحمايه. موضوع بالجمله مش بالمفرق كتير. نعم، موضوع بالجمله مش بالمفرق. طبيعي موضوع بالجمله، موضوع خطير كتير، لانه اليوم في بعض الاعلام عم يقولوا ليش قوى 8 اذار ما عملت اي رده فعل. طبيعي، لانه هي عندها حمايتها الخاصه، عندها ميليشياتها عم تحميها. في فرق كتير كبير بين اطراف عندها ميليشيات، عندها حزب الله عم يحميها، واطراف ما بتؤمن الا بسلاح الدوله الرسمي. يعني فرق كتير كبير بالتعاطي بين الطرفين. ونحن وبعض الصحفيين سالونا امبارح انه طيب ما عندكم امكانيات ماديه فيكم تعملوا هذا الكلام، ما له اساس من الصحه. يعني ما حدا عنده الامكانيات الماديه اللي بيقدر يامن حمايه، لان الحمايه شغله مكلفه كتير، لان مش بس موضوع عناصر. نعم، بنعود الى الامن الذاتي عندها. طبيعي، ما وكأنه مطلوب أن نرجع الأمن الذاتي وكل واحد يفتح ميليشيا، وهذه نحن مش هنعملها تحت أي ظرف. ربما هو نفس الظرف الاستدعاء اللي كان عم يعمله حزب الله لما كان عم بيقول روحوا تقتلوا بسوريا. يعني شو مطلوب أنه نتقتل بلبنان؟ وزير شربل كان له كلام أيضا واتصال مع النائب سامي الجميل أنه الشخصيات المهددة مش هتخفض الحماية عنها، وبالتالي كيف بدنا نعرف مين مهدد ومين منه مهدد؟ يعني ما البيان اللي طلع مبهم، بيقول انه حيجري درس الحالات، يعني ما بوقت الفراغ شو بيصير بالنسبه للشخصيات المهدده. على الاقل انا تبلغت اني مني مشمول بالقرار، ولكن هذا ما بيكفي ابدا، لانه الشخصيات المهدده بعتقد ما حدا في يعرفها. يعني وقت اللي استشهد النائب انطوان غانم كان اخر واحد مفكر انه مهدد، فبالتالي هي مسؤوليه كتير كبيره عم ياخذها معالي الوزير وعم ياخذها مجلس الامن المركزي. اذا هن قادرين يحملوا هالمسؤوليه، بعتقد الشعب اللبناني منو قادر يحمل مسؤوليه اغتيال قيادات اضافيه تحت حجج واهيه، والاعداد اللي انعطت مبالغ فيها، ولكن تبين انه في قسم كتير كبير سحب منهم الحمايات، فعلا منهم بحاجه لحمايه، بس انه مش من النواب وتحت هالغطاء حتى يقدروا يبرروا للبعض انه ليش عم نسحب الحمايه، فسحبوا الحمايات من النواب ايضا. نعم، ولكن مثل ما سالنا لاستاذ اسعد انه بتتوقعوا اي تعديل بالقرار من خلال الاتصالات يلي
عم تعملوها او كل النواب او شخصيات عم تقوم فيها؟ يعني اكيد اكيد نحن مصرين على تعديل هذا القرار، ونحن عملنا بيان امبارح باسم قيادات 14 دار، وحيصير في متابعه وحيصير في اكيد تصعيد بالموضوع، لان نحن مصرين على مراجعه هذا القرار، علما انه معالي وزير الداخليه ببيانه بالامس فتح ثغره لما قال انه في امكانيه لدراسه الموضوع، وكلامه لإلي وللنائب سامي جميل حول التهديدات. فبالتالي الموضوع، ولكن مش مطلوب انه ندرس بعدين حماية الأشخاص، بدنا ندرس مسبقا. ما فينا نرفع الحماية عن شخص مطلوب حمايته ونقول له حندرس لك الوضع، لأن ساعتها بنكون عم نعرضه، ممكن التعرض أحيانا يكون لساعات فقط حتى يتم اغتياله بظرف امني فعلا في فلتان كتير كبير. نعم. وفي محاولة مثل ما جرت البيانات اللي سمعناها بالايام الاخيرة من قبل حزب الله في تهديدات واضحة يعني بكل صراحة. نعم دكتور احمد، عم نشوف كنا صور لاجتماع لجنة الدفاع، ما في اجتماع تاني؟ وصلتوا لحائط مسدود ولا شو بعد غياب الوزير والممثلين؟ اكيد في اجتماع تاني، اكيد في اجتماع تاني. الوزير جسر كان كتير واضح وقال انه حيحاول يتصل بوزير الدفاع ليفهم منه سبب تغيبه، اذا مصر وزير الدفاع انه يتغيب فساعتها رئيس اللجنه حيوجه رساله لوزير الدفاع عبر رئاسه مجلس النواب يطالبوا فيها بالحضور، وبالتاكيد حيدعي لجلسه ثانيه. انا هذا اللي فهمته من الوزير جسر، وانا بعتقد ان مصرين على متابعه هالموضوع، ولكن الغياب بالامس بيطرح تساؤلات، يعني هل فعلا وزير الدفاع والمرافقين اللي كانوا معه خضعوا للإملاءات اللي حاول يمليها عليهم بالجلسة حزب الله، وتحديدا نائب نواف موسوي اللي من طلب منهم ما يحكوا؟ لأنه كنا وصلنا لمرحلة حساسة كتير وطرحنا أسئلة واضحة جدا كان الأجوبة عليها حتكشف أنه حزب الله فعلا شارك بالمعارك، وبالأمس كان عندنا وثائق تثبت أنه حزب الله كان موجود من خلال شهادات شهود ومن خلال أفلام فيديو، أنه كان موجود ببعض المواقع وشارك بعبره. نحن ما عندنا مشكلة مع الجيش، نحن بنعتبر انه الجيش كارت بلانش، نحن عم ندعمه بكل امكانيات، ولكن نحن ما بنقبل انه ميليشيا حزب الله تتغطى بالجيش وتعمل عمليات امنيه وعمليات سياسيه وتدخل على بيوت الناس وتقتل الناس وتقصف مجدليون وتقتحم بيت احد اعضاء المكتب السياسي وتجعله مربض لمدفعيتها، ثم يجي يقنعونا انه ما كان في تدخل. لا كان في تدخل، وتدخل واضح. نحن كل شيء عم نقول الناس بدها الحقيقه، لانه الحقيقه هي الوحيده اللي بتشفي وهي اللي بتحمي بالمستقبل حتى ما يتجدد استعمال حزب الله لغطاء الجيش تحت اي عنوان وباي مكان. دكتور احمد، تؤكدون على دعم الجيش والحفاظ على هيبه الجيش وعلى هذه المؤسسه، ولكن هناك من يرى انه هذا الاصرار هيبه الجيش هو اللي حاول يمنع الجيش انه يجي يحضر الجلسه عبر وزير الدفاع ويحكي دافع عن حاله، اللي عم يضرب هيبه الجيش هو اللي استعمل الجيش كغطاء ليضرب بمدفعيته بعد احياء صيدا وليقتحم صيدا تحت عنوان سرايا المقاومه او غيرها. اللي عم يضرب هيبه الجيش هو اللي عم يمارس السلاح غير الشرعي ورفض تسليم سلاحه للجيش، يعني مثل الشعار القديم اللي رفعه الله يرحمه الشهيد بير جميل، بتحبوا الجيش سلموا سلاحكم. ولكن هذا الاصرار على معرفه او التاكيد على قتال حزب الله لجانب الجيش، ولكن هذا يدين الجيش من ناحيه ما انه الجيش لحاله ما قدر يحقق هذا الانجاز الا بمساعده حزب الله، وبالتالي لا انا ما بعتقد هيك، انا ما بعتقد الجيش كان قادر، ولكن حزب الله استغل الوضع. نحن بنؤمن بقدرات الجيش، ولكن انا بقول لك بدين بعض ضباط المخابرات اللي عم يغطوا على حزب الله، هيدا الاداني. لانه انا عندي صار عندي يقين انه في مشكله، انه القياده بالجيش يمكن ما عم يوصل لها التقارير اللازمه والضروريه من بعض ضباط المخابرات اللي على الارض اللي عندهم ارتباطات سياسيه واضحة، وقت لأحد ضباط المخابرات بالشمال اللي هو المدير ما بيطلع على الضمية إلا ما يرافق إلا وقت اللي رافق السفير السوري، ما هذه كلها رسائل سياسية مهمة. نعم. عضو كتلة المستقبل للنائب الدكتور أحمد فتفت، شكرا جزيلا على هذه المداخلة صباح اليوم بكلام بيروت. أستاذ بشارة، قبل ما نوقف مع عندي موضوع، عندي موضوع مهم ضروري أساسي بالنسبة للجيش، هو أنه المطلوب نحن اليوم عم نطالب باعتقال الأسير ومحاكمته على ما اقترفوا بحق الجيش. نعم. كمان في ضرورة يعرف الرأي العام اللبناني وين الأسير، كيف وين إذا حي أين هو، إذا ميت وين جثته. في ضرورة مهمة كتير لهذا الموضوع، هل أخرج الأسير من 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 المسجد؟ ما بدنا نعمل مقارنة، شاكر العبسي وينه؟ من أخرجه؟ بغض النظر عن اختلاف الحالتين، بس انه بده يعرف راي العام اللبناني كمان حق ان يعرف اين هو شاكر الاسير لمحاكمته، اين هو شاكر الاسير وين؟
ومين بده يقدم هذا الجواب؟ فضل شاكر واحمد الاسير. اختلط اختلط عملتهم واحد. احمد الاسير. احمد الاسير. استاذ سعد بشاره، رح نتابع معك موضوع الجريمه بالسرافند، موضوع وضع حزب الله على لائحه يعني الارهاب للاتحاد الاوروبي، موضوع الحكومه والكلام الاخير، ولكن بعد التوقف الاستراحه اولى، ابقوا معنا مشاهدينا. اهلا بكم مشاهدينا لهذه الحلقه من كلام بيروت. استاذ اسعد بشاره، حمله اوروبيه لمعاقبه حزب الله، كتبت السفير، لم يتوصل سفراء دول الاتحاد الاوروبي الى قرار حول ادراج حزب الله على القائمه او قائمتهم للمنظمات الارهابيه، ولكن تحقق حتى الان اجماع غير مسبوق حول وضع الجناح العسكري للحزب على القائمه السوداء، وفقط دولتين بقيوا وتحفظوا على هذه الخطوه مثل ما اكدت مصادر دبلوماسيه اوروبيه لصحيفه السفير. أكثر من مرة طرح هذا الموضوع وما كان عليه إجماع، وهناك اليوم طلب من الحكومة اللبنانية بالتدخل لدى الاتحاد الأوروبي بعدم وضع حزب الله على لائحة الإرهاب. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني من مأزق إلى مأزق، والمؤسف أنه المأزق الذي يعيشه حزب الله يعكس على 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 البلد، يعني يؤثر ويتحول إلى مأزق على مستوى وطني، مثل موضوع القتال في سوريا، مثل موضوع قبرص، مثل موضوع نيجيريا، مثل موضوع بلغاريا، وكل حلقات متصلة ببعضها. لوين رايح حزب الله؟ ولكن ولا دولة أكدت أو أدانت أو أكد أنه هناك إثبات أو دليل. لا، امبارح في تصريح بلغاري واضح واضح واضح، بس جازم. بس حنحطه على لائحة الإرهاب؟ لا، جازم، في جزم بلغاري بمسؤولية حزب الله عن قصة موضوع بلغاريا. بالتالي هذا الموضوع ايضا قراره، اذا تاكد، تم التاكد منه، هذا قراره يعني وطني لبناني. هذا ايضا يدخل ضمن مصلحه المقاومه، هذا يحتمي بشعار جيش الشعب مقاومه ايضا. تدخل في سوريا او عمليات خارجيه امنيه، عمليات في سيناء، عمليات في غزه، عمليات امنيه في 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 كل مكان في العالم. تدخل الوزير منصور او الحكومه بياثر على قرار الاتحاد الاوروبي؟ انا بعتقد انه بيقولوا نحن رفعنا، بعتقد ما بياثر لا ما بياثر، هن عم يعملوا حسابات التهديد بموضوع اليونيفل الاوروبيين. لن ينظروا الى قرار سلطه رسميه مضطره ان تقول هذا الكلام، لانه في اعتبارات داخليه لبنانيه، ما بيقدروا، يعني هذا طرف لبناني بالنهايه، ما بيقدروا يتصرفوا وكانهم غير معنيين، سواء من رئيس الجمهوريه او رئيس الحكومه. بس يعني على طريقة مرغم أخاك، يعني أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، مش هون الموضوع. الموضوع هو التالي، أنه إلى أين، متى ستكون الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل؟ توريط لبنان، ماذا وأين هي الحلقة الأخيرة؟ متى وأين هي الحلقة الأخيرة؟ قبرص، بلغاريا، نيجيريا، عراق، سوريا. الداخل يشارك في هذا الأمر؟ يعني أيضا يشجع الاتحاد الأوروبي من خلال الحملة على حزب الله على السير قدما في خطوات؟ شو لها علاقة بال 2005؟ ذهب سعد الحريري ووليد جبلاط إلى الإليزيه ومنعوا وأوقفوا عملية من هذا النوع، وقالوا سلاح حزب الله نحن منحله. وتم تقديم، يعني كم مبادرة وجهها الداخل باتجاه حزب الله إلى الآن؟ وتعب الرأي العام من هذه المبادرات، تعب التعب من هذه المبادرات، وحزب الله يقول سنكون حيث يجب أن نكون. طيب، وهو حيث يفترض أن لا يكون، ولكن لانه الخطر مش بس على، يعني خطر على البيئه تبع حزب الله اللي هي مكون بالبلد، الخطر على كل البلد اللي انشل سياسيا اقتصاديا، اللي تعطلت الحياه السياسيه فيه. اي قرار من هذا النوع ماذا يؤثر على حزب الله، على لبنان، للاتحاد الاوروبي؟ طبعا يعني يمكن ان ترى هذا الحصار كيف يطبق على الحزب. والحزب هيك ولد من فراغ، هو له بيئته طبعا، وهذه البيئة عندما تحاصر في الخليج، تحاصر في أوروبا، تحاصر في أمريكا، توضع على اللائحة السوداء أينما كان، بسبب شو؟ بسبب سياسة إيرانية إقليمية في المنطقة تطمح لأن يعني تكون شريكة مع قوة عالمية اسمها الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. أين هي المصلحة في ذلك؟ شو المصلحة بالقتال بسوريا؟ شو المصلحة بهذا الادعاء المبالغ فيه بأنه نحن نعرف نقاتل هناك ونعرف أن هناك نتائج؟ ولكن لا، بتعرفوا أنه فيك نتائج، بس ولكن اللي بيقاتل بسوريا يمسك صفارة البداية ولا يمسك
ورقة كيفية إنهاء هذه اللعبة الخطيرة. قتال حزب الله في سوريا في الداخل يأخذ هذا الحجم، ولكن لا يوجد أي إدانة هالقد كبيرة من قبل المجتمع الدولي. أساساً تاركين سوريا الحرب ماشي فيها وما حدا عم يسأل. ليش ما بتقول أستاذ سلمان أنه مبسوطين أو مسرورين أنه إسرائيل مبسوطة وبعض الغرب مبسوط مسرور بأن يجر هذا الطرف إلى 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 فيتنام سورية؟ نعم. وهل يعتقد حزب الله أنه بعد نهاية أنه احتل الاحتلال القصير أنه انتهت القصة بسوريا؟ نعم. ما صدر عن الرئيس الفرنسي حول موضوع الحكومة، ولكن بتشوف اتصاله مع رئيس الجمهورية تطرق إلى موضوع هذا الأمر حول موضوع حزب الله، وبالتالي كأنه هناك ليونة ما في الموقف الفرنسي والأوروبي بشكل عام. يعني لا يمكن، يعني أنا شفت أهمية الموقف للرئيس الفرنسي بعد لقاء الأمير بندر بن سلطان بعتقد صار. فالسعودية هي منخرطة بدعم المعارضة السورية، وبالتالي هالمعارضة تقاتل حزب الله داخل سوريا. يعني قتال حزب الله داخل سوريا ومحاولة تمرير حكومة يشترك فيها حزب الله في لبنان، أنا أعتقد أن هذا الأمر متناقض يعني جدا، ولا يمكن لا أعتقد أنه يمكن أن يمر. نعم. يعني لا يمكن أن يقبل أي طرف أو شخصية، حتى رئيس تمام سلام الوسطي المرن والمعتدل لا يستطيع أن يقبل اشتراك مباشر حزبي لحزب الله في هذه الحكومة. الكلام للرئيس الفرنسي أن تضم الحكومة كل الأطراف، وفي الكثير من المواقف بالداخل أنه حان الوقت لتكون حكومة وحدة وطنية سياسية أو غيرها يشارك فيها الجميع، لأنه الوضع والظرف استثنائي وما ممكن عزل حدا بالبلد بقى. مين عم يعزل مين؟ حزب الله اللي عم يعزل الآخرين، مش الآخرين عم يعزلوه. الذي يمارس سياسة السلسل المعطل اللي هي عمليا هي الحكومة، الذي يعطل يفرغ الانتخابات، الذي يقرر أن يذهب للقتال في سوريا هيك بمفرد ولوحده ويجر البلد كله وراء، هو بيكون عم يعزل، هو عم معزول طرف معزول أو طرف هو يعزل البلد ككل، هو عم يعزل البلد ككل. بالتالي الكلام عن تشكيل حكومي بهذا الموضوع أصلا في مرونة متروكة للرئيس تمام سلام بتشكيل حكومي حسب المعايير اللي قالها، لا سلس معطل، واضح أنه راح تلت المعطل، هلا بنحكي ليش. ايه. بالتالي إذا ضمت شخصيات معينة تحت هذا السقف تحت هذه المعايير، هذا اصلا امر مرحب فيه، مش حزبيين ولكن مسالمين. هذا البلوك اللي عم بيحاول قوى 8 اذار حزب الله تعمله انه اكثر من سلس معطل والتزام بفرض معاييرهم على تشكيل الحكومه، انا بعتقد لن يشارك احد هذا الموضوع، ولن يقبل احد ان يكون تشكيل الحكومه في لبنان هديه وغطاء لحزب الله الذي يقاتل في سوريا. يعني يقاتل في سوريا ضد شعب بكامله ويحاول أن ينال غطاء هنا بتشكيل حكومي على هذا القتال. لن يحصل هذا الغطاء على هذا القتال، ومن هون لن يحصل تشكيل حكومة، لأن الغطاء الآن قائم، وبالتالي لا شو تشكيل حكومة. يعني عمليا لا يحصل، يمكن يحصل تشكيل حكومي إذا الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية بيقرروا أنه يشكلوا هذه الحكومة ولتشكل وترسل إلى المجلس. أمر واقع بدك، اسمها حكومة دستورية، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لحالهم بقرروا بودوها. ايه وبعدين بودوها بتنزل على مجلس النواب. ايه مين بوافق عليها؟ اللي بيوافق يوافق، واللي ما بده يوافق ما يوافق، واللي بده ينزل قمصان سود ينزل قمصان سود، بده يعمل 7 أيار يعمل 7 أيار. طيب في كلام يعني اليوم انه الوزير علي حسن خليل مكلف من الرئيس بري للقاء الرئيس المكلف تمام سلام، دعم عملية التأليف وابلاغه بانه قوة 8 اذار منا كتلة واحدة، وبالتالي ما في داعي بالكلام عن الثلث المعطل. عم تضحك انه حركه امل بتاخذ حصه وحزب الله والتيار الوطني الحر، وبالتالي بصيروا اكثر من ثلث معطل، صح؟ هيك بدك؟ لا مش بس هيك. شو؟ انه يوم ايه يوم لا طره نقشي. امبارح هيك يا الرئيس نبيه بري اللي نفى هذا الكلام هو حزب الله، واللي نفى هذا الكلام هو العماد عون اللي قال انا ما بفوت على الحكومه من دون اشتراك حزب الله. فيعتمد مع سيد نصر الله باكد على هذا. لا بعتقد في مشكل حقيقي مع العماد عون بين العماد عون وحزب الله، هي مشكله اختلال التوازن داخل هذه الوثيقه التي سميت تفاهم. يعني العماد عون عم بغطي سلاح حزب الله اينما كان، في لبنان وفي سوريا كمان وفي العراق كمان وما بدك، وبالتالي عم بيقول لهم انا الحصه تبعيتي اللي انا بدي اياها مقابل هذه التغطيه عم بت عم بت عم ب عم ب يعني وعدكم الصادق
بانه انا حصتي تضل محفوظه، بطل وعد صادق بالحكومه فقط، برئيس الجمهوريه وبقياده الجيش. هلا العماد عون مش فارقه معه، بس الحكومه هي معبر، جسر، جسر يعبر الجسر الى عبر الحكومه الى بعبدا، عبر قياده الجيش الى بعبدا. هذا هو الموضوع الاساسي. هذا فتح معركه العماد عون، فتح معركه رئاس الجمهوريه منذ ليش الآن. زعلوا حزب الله للجنرال ليش؟ لانه عنده توازنات. يعني الضابط اللي عم يطرحه الجنرال هو العميد شامل ركز، هو شخص الكل يعني بيقولوا عنه معروف بالشجاعة وضابط نظيف لقيادة الجيش. نعم، وبيستاهل يكون قائد جيش العميد شامل ركز. ولكن العميد عون عم يطرحه كحل واحد لوحده، وانه الضباط التانيين ما يعني الوحيد يعني العميد ركز او لا احد، وهذا مش مزبوط، عم يحرقه يعني. يعني حتى بالكلام عن 8 اذار الوزير عبد الرحيم مراد بالبلد اليوم انه عون بطل داخل 8 اذار وتوقع طول الازمه وموضوع الحكومه ايضا طول، وبالتالي الكلام اليوم للتيار الوطني الحر انه هذا الخلاف منه على الاستراتيجيه، منه على التفاهم، خلاف بوجهات النظر حول قضايا سياسيه عاديه بتحصل بين اي فريق. استراتيجيه موجوده. ما بتلاقي استاذ سلمان انه كلمه استراتيجيه وتكتيك على هذا وصف هذا التفاهم وهذا التحالف مبهبطه شوي؟ هيدا تفاهم تبادل المصالح. هذا واضح من مر مخايل من توقيعه لهلا، هذا تفاهم تبادل المصالح. أي. عندما يختل مصلحه اي طرف في هذا التفاهم بيفرط التفاهم، بالتالي بيفرط الى حين، لانه في عدم قدره. يعني حزب الله هو الماستر هو الرئيس بهذا الموضوع. طيب العماد عون عنده قدره يطلع له من حزب الله؟ حتى لو كرر معه حزب الله موضوع الوعد، وعد الدوحه الفاشل، وعد الدوحه لما حزم الحقائب ورجع لانه رئيس جمهوريه ميشيل سليمان، مش هيك؟ ايوه، وكان بده يخربط اتفاق الدوحه. نعم، بالتالي ليش ما كفى تهديده؟ اليوم يهدد يعني يلوح لحزب الله بانه قادر يفتح مع السعوديه، قادر يفتح مع قوى 14 اذار. لماذا لم يكمل بهذا التهديد؟ لانه ببساطه غير قادر على ان يخرج من هذا التفاهم، لانه يمكن شاف مصلحته بعد ان يبقى مع حزب الله، مش يقرب ل 14 اذار. لا مصلحته اليوم عنده مشكلة. أنا اليوم اللي رشح من لقائه مع نصر الله هو أنه حزب الله لم يتراجع عن موضوع التمديد للعماد جون قهوجي. التمديد للعماد جون قهوجي معناتها مرشح العماد عون إلى قيادة الجيش ما بيوصل، ومعناتها العماد جون قهوجي مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية. برئاسة الجمهورية مين؟ بعد سنة مرشح محتمل. ايه طبعا، عماد قهوجي طبعا، لانه نادي قاده الجيش هو النادي صار الفعلي للوصول الى بعض. لنعود الى سرفند موضوع جريمه اغتيال محمد برار جمو، مبين الموضوع عائلي وهذه سرعه في كشف يعني ملابسات هذه الجريمه، ولكن قيل الكلام ثاني نهار او بذات النهار انه حزب الله مخترق امنيا هذه المنطقه المسكره، وربط بين تم الربط بين المتفجرات وحزب الله. لو كانت الامور نحن سوريا عادي كان يمكن تم استدعاء الحكومه وصار ازمه سياسيه بالبلد، طلع الموضوع عائلي. ما في مبالغه عاده بالتوقعات من فريق معين اذا بدنا نقول؟ في من كل الافرقاء والله الحقيقه. كلنا احيانا بنفوت بالاخطاء لهالسبب. مثلا انا بدقق مثلا على حالي لما عم بحكي وعم توجه للراي العام بعد هيك احداث كبرى، انه بوضع خيارات معينه، خيارات معينه لقراءه اسباب وما حصل ونتائجه. هلا بالتالي الفريق اللي ذهب بسرعة إلى تخوين وإلى القول بأنه هناك اغتيال سياسي لضرار محمد ضرار جمه، بدأ وكأنه يستعجل العزف على وتر ما حصل. ولكن هذا لا يعني، الحمد لله اللي طلعت، يعني بغض النظر عن الموت اللي حصل، الموت مؤسف طبعا، ولكن اللي طلعت انه اسباب شخصيه، ولكن هذا لا يعني ان مسلسل ما بعد قتال حزب الله في سوريا وارتداداته لبنانيا يمكن ان يتوقف. هذه قصه معزوله. بالتالي اليوم بترجع بتعيد تاكيد النظريه الاولى اللي هي حقيقه، اللي هي انه لبنان لديه قوى امنيه قادره وفاعله. هل هي صحيح جريمه جنائيه، بس ولكن السرعة اللي تم اكتشافها فيها هي سرعة لافتة، انه قادر جهاز امني مديرية المخابرات تشتغل بفعالية، لانه في خيوط كانت واضحة، تعطيل كاميرات وقاعدين بالبيت وما شاف حدا ظهر وحدا فات، كانت الامور ويمكن المقربين. هلا هيدي جريمة جنائية، في جريمة سياسية حصلت كبرى اسمها اغتيال هاشم السلمان. نعم، نحن لا زال ننتظر نفس الفعالية ونفس السرعة باكتشاف قتلة
من ارتكبوا هذه الجريمة. نعم. في رأي عام لبناني بعض ناطر بموضوع هاشم السلمان. نعم. قبل ما نتوقف مع استراحة موضوع الباسكتبول وغيره وهاشم سلمان وغيره وغيره. نعم. وكل الأحداث الخطيرة اللي حصل. شو اللي عم بصير بالباسكتبول؟ والله بيني وبينك أنا الفيبا هي الأجنت على لبنان، أو إنه الخلاف الداخلي بين جنرالين كما يقال هو اللي أطاح بكرة السلة والحلم بالوصول للمونديال مرة تانية بين عمشيت وشانفيل. أنا ما عندي التفصيل النهائي، بس بعرف إنه هذا الكيد بالعلاقة يكاد إنه يقضي على كل على كل على كل شيء في لبنان. أنا بس بدي أقول كلمة واحدة بس، ما حصل في موضوع الباسكتبول هو موضوع وصمة عار ومخجل، بغض النظر مين المسؤول عنه. هذا خجل كبير، خجل كبير أن يتحول لبنان إلى دولة فاشلة في الرياضة. قطاع الباسكتبول هو أحد القطاعات الرياضية الحيوية جدا، وإنجازاته ونجاحات كبيرة، إنه لبنان بكرة بالجول بكرة القدم منه يعني تقريبا عم ينهض، بس بالباسكتبول لبنان أحد صار من تشكيل النوادي وقوة النوادي الرياضية إلى اليوم إلى تشكيل المنتخب الوطني، كلنا بنفخر فيهم يعني. للأسف شيء مخجل بالمستقبل. اليوم الكارثة الرياضية هذه ليست إلا جزءا من الكارثة الوطنية العامة التي يمر فيها لبنان، والتي كادت من نواحي أخرى أن توصله رسميا إلى مراتب الدولة الفاشلة. الدولة الفاشلة؟ نعم. نفس التعبير، فرق من حق الدولة الفاشلة، هي مظاهر تفكك الدولة. نعم. الدولة الفاشلة توصل للرياضة، توصل للطب، للرياضة، لعائلاته. توصل لتفكك الإدارة، بتوصل تصير جمهورية موز. نعم. أستاذ أسعد بشارة، رح نتابع معك الحوار، ولكن كاريكاتير لغانم بالجمهورية تحت عنوان البحث عن حكومة مسالمين. نعم. الرئيس المكلف بيقول رسم الرئيس المكلف تمام سلام بمركبة فضائية قائلا بركي بلاقي مسالمين بالمريخ. وين في مسالمين ومنو نسبيين ومنو نتابع؟ رح نتابع معك بعد التوقف لاستراحة ثانية، ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا القسم الأخير من كلام بيروت مع الكاتب السياسي والصحفي في صحيفة الجمهورية الأستاذ أسعد بشارة. أستاذ بشارة، بالمستقبل اليوم السعودية تؤكد ضرورة وضع حد للإبادة والثوار يستهدفون قصر الأسد في دمشق، والصورة لدى استقبال يعني رئيس الائتلاف الوطني مع وفد الجربة بالمملكة العربية السعودية. اليوم هذا الصراع إذا بدنا نقول دعم الثوار وبالتالي مجتمع دولي متردد، الحرب على الأرض مدينة حمص، وبالتالي أن تتوسع الأمور، وفي هناك شيء متروك، لماذا؟ لأنه في يعني في ببداية اندلاع الثورة والأشهر الأولى السلمية، يعني تخيل البعض ومنه نحن أنه هذه الثورة السلمية الكبرى سوف تستقطب دعم العالم كله سوا، لأنه فعلا هي ثورة ضد نظام استبدادي حكم سوريا بالحديد والنار 50 سنة. تبين أنه لا، القراءات الدولية للأسف والعجز العربي ببداية الثورة السورية أدى إلى تطويل فترة المرحلة الانتقالية وإمكانية قلب النظام وإسقاط النظام. ولكن بعتقد أنه رغم كل هذه الصعوبات اليوم، ورغم المعادلة العسكرية هي مايعة على الأرض، يعني في عملية كر وفر و في تغيير بموازين القوى، في تقدم للنظام على الارض، في تقدم الامكانيات اللي عنده اياها، في تقدم لايران عبر النظام ولروسيا عبر النظام. النظام بشهاده حزب الله اللي قالها للمسؤول الروسي انه لما يتدخلوا تتدخل ايران وتدخل مستمر كان سقط النظام بالامكانيات المتواضعه اللي عنده. هاي المعادله متفقين عليها، لكن عم نقرا ما بعد هذه المعادله، شو في بعد هذه المعادله. ان تتحول سوريا الى كوسوفو اخرى، او الى يعني يوغوسلافيا، يعني خطر بعدين التفتت والتفكك، خطرت ان تطول الحرب الى درجه يصبح معها بعد انتهاء الحرب ولو سقط النظام من الصعب تركيب بلد كله اسمه سوريا. انا بعتقد صار خطر هذا موجود، وبالتالي المطلوب وبالتالي من يتاخرون عن دعم هذه الثوره يتحملون مسؤوليه كبرى في تفكك سوريا وفي انتقال الشرارة إلى غير بلدان. ولبنان أنا بعتقد ممكن كثير أن يتأثر، العراق أول المتأثرين، وتركيا ليست بمنأى. ما بدنا نوسع البكار كثير، بس بنقول أنه استمرار هذا الصراع من دون حسم إلى ما لا نهاية
يعني وجود بؤرة متفجرة في المنطقة ويعني هز السلام والاستقرار بكل المنطقة. ولكن دائما الكلام بأي بلد صار فيه ما يسمى بالربيع العربي، مصر أو تونس أو غيرها، كان الكلام ما البديل؟ وبالتالي اليوم هناك خيبة أمل عند الشعب السوري والمعارضة من هذا الدعم، هناك خلافات داخل المعارضة السورية وأكثر من طرف يتصارع داخل سوريا من جهة المعارضة. كيف؟ أين الخيارات المطروحة لتركيب هذا 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 النظام من جديد بسوريا؟ هلا هذا التزرع بقصة خلافات، خلافات أكيد موجودة، هودي منه جسم سياسي، الحياة السياسية بسوريا مفقودة لمدة 50 سنة، بدك يعني أي واحد منا يطلب منهم إنه أن يكون لديهم حكومة منتخبة بديلة ومجلس سياسي منسجم يمشي بطريقة يعني مثل دقة الساعة؟ لا، مش صحيح. ولكن التزرع بهذه الخلافات، يعني لو كان هناك رغبة دولية لمساعدة هذه المعارضة هذه الثورة لقاموا وجمعوا هؤلاء فورا وقامت عملية خطة منظمة لترتيب مرحلة انتقالية في سوريا. بالسلاح دعم أو فقط دعم سياسي؟ بالسياسي، بالمال، بالسلاح. ماذا بالأثمان أو الصفقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا بعتقد الولايات المتحدة الأمريكية يعني بإدارة باراك أوباما يعني عم بتسلك منهج العودة إلى الدبلوماسية القديمة، إلى مرحلة ما قبل الدخول إلى العراق، حتى إلى ربما سياسة كيسنجرية يعني. وهذا الخطير، الخطير فيها أنه أن تتفرج المجتمع الدولي على الأزمة، التفرج على الأزمة وإدارتها بالحد الأدنى أنا بيؤدي سيؤدي إلى انتقال الأزمة من سوريا إلى أمكنة أخرى، وعندما تنتقل من أمكنة أخرى سيحصل حالة فوضى كبرى في المنطقة. وبالتالي نعم تتحمل المسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا تتحمل مسؤولية، أوروبا العاجزة، المجتمع العربي، الدول العربية يعني منذ فترة قريبة صرنا عم نشوف مساعدات حقيقية بالسياسة وبالتقديمات العسكرية والتمويل لهذه الثورة، تركت إلى بشار الأسد لكي يبطش فيها. ولكن النموذج المصري يشجع على هذا التدخل، على هذه المساعدة؟ باختصار لماذا لا يشجع؟ ليش عم بيصير بمصر هلا؟ هو التفاعل الطبيعي على رغم مخاطر صعوبته، على رغم انه في دماء، على رغم في قصة فوضى، في هز للاقتصاد، ولكن هل ينتظر احد انه بكبسه زر تطلع مصر من مبارك من المعدلات الاقتصاديه السيئه، من المعدلات النمو السيئه، من الوضع السياسي الذي كان فيه ديكتاتوريه الى فورا الى وضع نموذجي؟ هذا شيء حلم يعني، ولكن هاي المرحله الانتقاليه هي قدر هذه الدول. الكاتب السياسي والصحفي الأستاذ أسعد بشارة، شكرا جزيلا. شكرا لك. معنا اليوم حلقتنا انتهت. شكرا. وأهلا بك مجددا بكلام بيروت، وشكرا أيضا لكل المشاهدين يلي تابعونا. إلى اللقاء.